ورجعنا لكم في الفقرة التانية، وإن إحنا إزاي أقدر إني أوقي نفسي أنا وعيلتي كلهم من أي مرض، كورونا أو أي فيروس دلوقتي، برد، أي حاجة. إحنا هنعمل إيه؟ أنا قاعد دلوقتي في البيت، ما عنديش القدرة إن أنا أنزل وأشتري حاجات تقوي المناعة. إحنا مش هنعمل أي حاجة خالص، إحنا هنخش على المطبخ. أيوة، هنخش على المطبخ، هنشوف مكان البهارات وهندخل عليها. أول حاجة هنجيب الزعتر. الزعتر ده غير إنه بيعلي المناعة بتاعتنا، كمان الأمهات اللي بتشتكي إن على طول ولادها بيجي لهم برد وزورهم على طول، يعني البرد لما بيجي لولادهم على طول زورهم بيوجعهم وبيتعبهم. طيب الزعتر، مشروب الزعتر مفيد جدا جدا، وكل الماميز وكل الأمهات يقدروا إن هم يستخدموه لولادهم. كمان الجنزبيل، بس الأطفال الفكرة إن هم مش بيقدروا يستحملوه، فممكن أدي الجنزبيل والزعتر للناس الكبار، ممكن كمان الأطفال نشرب الجنزبيل هيستحملوه وهيتقبلوه عادي. كمان عندنا هنلاقي زهرة البابونج، زهرة البابونج أو الكاموميل زي ما بيقولوا. الزهرة دي أنا كنت في مرة في أسوان وكانت بتتباع، تعرفين أسوان فيها أعشاب كتير وأعشاب نادرة وحاجات حلوة أوي أوي. الكاموميل موجود او البابونج موجود في كل حته دلوقتي عندنا، ممكن نجيبه من عند العطار، وموجود عندنا في البيت اكيد. قالت لي عليه دي عشبه السعاده، بصراحه ما فهمتهاش ايه عشبه السعاده دي. بتقول لي انت لو عندك اي حد بتعصب، اي حد مش عارف ينام، شربها له وان شاء الله يا بنتي هيكون كويس. وفعلا انا بعد ما درست الموضوع، بعد ما درست التغذية، اكتشفت ان في ابحاث طلعت صحيحة ان البابونج يقدر ان هو يعني يقلل الارق شوية، وكمان يقلل من العصبية. كمان دكاترة السنان دايما بتنصح بيه لما يكون في اي بصور جوه البق او اي تقرحات، بيهديها جدا جدا. بلس كمان وجع الكلى، دايما بنسمع عن مغص الكلوي، نقدر نهديه بسرعه ازاي؟ مش قادر اروح لدكتور دلوقتي، ما عنديش امكانيه اجيب دواء على طول عشان تهدي المغص الكلوي، نقدر نشرب بابونج. كمان بيستخدموه ككمادات على العين، لما بيكون العين فيها تورم ممكن نستخدمه، هيفيد قوي قوي قوي، من غير فائدته العظيمه في تقويه جهاز المناعه. طيب تالت حاجه عندنا الكمون. الكمون لو تقدروا ان انتوا تشربوه كل يوم اعملوا كده. بس الناس اللي بتعاني من السكر والضغط يا ريت تحاسب عليه شويه. الكمون غير ان هو كمان مفيد للبشره جدا، في فيتامين اي وانتي اوكسيدنت، انتي اوكسيدنت يعني مضاد الاكسده، بيساعد البشره جدا وبيعلي جهاز المناعه. وكمان الناس اللي بتخاف دايما من امراض السرطانات تقدر تستخدمه، بيقلل جدا، هو انتي كانسر يعني بيقلل جدا من امراض السرطانات وبيمنعها. كمان الالتهابات، الالتهابات لما بتقعد كتير في الجسم يعني بتتحول لخلايا سرطانية، احنا ممكن نتفادى كل ده ونشرب الكمون. طبعا من كتر ما انا يعني مش بروج، انا عايزة اروج للكمون عموما، لانه فعلا عشبة مهمة قوي قوي، الناس مش عارفين قيمتها، وهي مفيدة للبشرة وللشعر. وللشعر في حاجة بقى، ان احنا ممكن الناس اللي بتعمل وصفات لشعرها تستخدم كمان الحنة، تقدر تحط الكمون على الوصفات او الحنة بجد، لان فيها حديد مفيد قوي 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 لشعركم وحتى لبشرتكم. في بقى نقطة شفتها على السوشيال ميديا ولازم اتكلم فيها، ولازم اصحح المفهوم الخاطئ اللي احنا بنسمعه. مش كل كلام ومش كل حاجة تتقال على السوشيال ميديا تصدقوها، زي مثلا الثوم. شفت يعني بوست طويل عريض والناس كلها عامله له شير ومشاركه ولايكس كتير جدا جدا، وهو ان انا اخد توميه على الريق. طيب الكلام ده موثوق منه؟ مش موثوق منه، الكلام ده غير صحيح تماما. انا لو خدت التومه على الريق مش هتعمل اي حاجه. طيب يا دكتور لو انا قطعتها وخدتها هتعمل حاجه؟ لا، مش هتعمل اي حاجه، بالعكس هتعمل تقرحات في المعده وهتبهدل معدتك. وليه؟ يعني انا بدل ما اخد حاجه تخليني احسن، بدل ما اخد حاجه تقويني، لا ده انا باخد حاجه تعمل لي مضاعفات. طب وليه؟ مش لازم خالص. احنا الثوم هنستخدمه ازاي؟ استخدامات بسيطه جدا جدا.
لما بيجي عندنا الطماطم، الطماطم ما خلينا نقدر نحط عليها توم وليمون برضو. طبعا عندنا السلطة نحط عليها توم، بس مش تومة او تومتين، لا من 4 لـ5 تومات، علشان اقدر ان انا استفيد بالتوم اللي موجود في طبق السلطة. البتنجان نفس النظام، نقدر نحط التوم بطريقة سهلة جدا، ما تصعبوش الامور على نفسكم. التغذية سهلة، وانك تمشي على نظام غذائي وانك تكون صحي دي حاجة سهلة جدا جدا. كمان عندنا الكركم. الكركم ده بيعلي المناعة فوق 40%، وهم حاجة زي السحر بالظبط في المناعة. دايما اللي بيجي له اي مشكلة في المناعة على طول اشرب كركم. ده من زمان، من ايام اجدادنا. دلوقتي الكركم بيستخدموه في الهند لعلاج كمان امراض الكبد، متخيلين دلوقتي؟ يا ريت نشرب الكركم ازاي. طيب انا عايزه اعمل دلوقتي مشروب، ودي هديه مني ليك، من الكركم يقدر ان انا اعلي المناعه. الكحه هتروح لو عندك كحه، لو عندك اي روماتيزم خلاص راح بالمشروب ده. نجيب لبن جوز الهند او لبن اللوز، معلش ده غير اللبن العادي لانه مش هيبقى فيه هرمونات، وانا مش عايزه هرمونات في المشروب بتاعي ده. هنحط عليه معلقتين كركم، ومعلقة من العسل، ومعلقة مش معلقة يعني شوية من الفلفل الأسود، ومعلقة زبدة، وبلاش عسل لو الناس مش هتحبه أو الناس مش عايزة حاجات مسكرة، الناس بتوع السكر. وهنقلبهم مع بعض، نحطهم في الميكرويف، هنشربهم. طعمهم شوية كده هتحسوا انتوا تشربوا، عارفين المغات الحلبة اللي بيعملوها في السبوع، طعمها قريب منه شوية، بس صدقوني سحر. ممكن هتنسوا كمان الروماتيزم، هتنسوا الكحة، المناعة هتعلى جدا جدا. أهلا وسهلا يا حبيبة، ازيك؟ مع اتصال. ألو أستاذة حبيبة، اتفضلي اتفضلي يا فندم. ألو ألو، أيوة ازي حضرتك يا دكتور؟ ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضلي. انا كنت عايزه بس اسال حضرتك سؤال. هو في ناس بتقول يعني ان الجبنه النستو مش مفيده، فانا كنت عايزه بس اسال ان الجبنه النستو مفيده اكتر ولا الجبنه العاديه البيضاء؟ خلاص يا حبيبه، حاضر اجاوب لك على سؤالك. ميرسي قوي، ميرسي قوي لاتصالك يا حبيبه. الجبنه البيضه والجبنه النستو، الناس كتير بتتكلم على الجبنه النستو ان هي خفيفه اكتر من الجبنه البيضه، دايما بسمع الجمله دي. الجبنه النستو بيبقى فيها دهون نباتيه وزيوت مهدرجه، انا مش لازم ده خالص، وكمان مش بتبقى صحيه زي الجبنه البيضه العاديه بتاعتنا. انا عايزه اقول لكم الجبنه البيضه بيبقى فيها كميه لبن عاليه قوي قوي قوي، فلازم تكون جايبها بسعر، انت عارف ان بيبقى فيها على كل كيلو 4 كيلو لبن، فانت لازم تكون ذكي وانت بتشتري الجبنة البيضة بالذات، تبقى عارف ان هي سعرها فيها مش اي جبنة بيضة وخلاص. طب الجبنة النستو زي ما بقولك زيوت مهدرجة، دهون نباتية، مش مفيدة. يعني لو كلت جبنة بيضة طبعا احسن لك بكتير جدا جدا. وبنصح كمان الاطفال، مش لازم الامهات تاكلهم جبنه نستو على انها مفيده، لا، جبنه بيضة عاديه بتاعتنا هي دي مفيده كمان، مفيش اي حاجه. طيب نرجع لكلامنا تاني عن تقويه المناعه. برضو عندنا غير الاعشاب، في برضو اكلات في فيتامين A زي الجزر، نقدر نشربه عصير، مفيد قوي 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 مع البرتقال. دايما بنشرب عصير جزر مع البرتقال، دي ليهم فوائد عظيمه جدا جدا. ان شاء الله ربنا يزيح الغمه دي كلها على خير، وترجع مصر بخير، وكلكم بخير وقاعدين في بيوتنا ومطمنين وقاعدين مع عيلتنا، وان شاء الله كل ده يروح باذن الله. طيب كده خلصنا الفقره الثانيه بتاعتنا، استنونا بعد الفاصل في الفقره الثالثه، وهي فقره مهمه جدا جدا، استنونا.